السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في مسجد مشكاة في المركز الطبي بمدينة هيوستن، حيث هو أكبر مركز طبي في العالم. وبفضل الله عز وجل من الله علينا في هذا المركز بعديد من الأمور، فهو جامع وجامعة، جامع يأخذ بجميع النشاطات التي تحتاجها المجتمع الإسلامي. فالجامع دائما هو مركز للعائلة المسلمة في خارج البلاد الإسلامية، من الرجال والنساء والأطفال يشاركون فيه بجميع نشاطاتهم من العبادة ولعب الرياضة وغيرها من الأمور. وخاصة أننا في هذا المسجد ولله الحمد عندنا إفطار كل يوم اثنين وخميس، ويأتي إليه فوق 150 صائم، هذا بالإضافة إلى إفطار رمضان ونشاطات عديدة كثيرة، ومنها نشاطات الدعوة إلى الله عز وجل، حيث يدخل العشرات في الإسلام في هذا المسجد. وطبعا بفضل الله عز وجل وجود جامعة مشكاة في حضن هذا المسجد التي يرأسها فضيلة الشيخ صلاح الصاوي، التي تقوم بالدعوة إلى الله بالطريقة السليمة والتعليم الصحيح عن هذا الدين. فنحثكم إخوان الكرام على التبرع بسخاء لمسجدنا. هذا هو المسجد القديم المؤقت الذي قمنا ببنائه قبل 5 أعوام، والآن بإذن الله تعالى سنقوم ببناء المسجد الجديد الذي سيبدأ غدا، ونحتاج إلى تبرعاتكم. هي تبرعات صدقة جارية، فيها علم ينتفع به، وفيها إداء للصلوات، فيها بناء لبيت الله عز وجل، فيها مركز للدعوة في أكبر مركز طبي في العالم. سيكلف المشروع حوالي 5 ملايين دولار. المبلغ إن شاء الله بمساعدتكم ومساعدة الجميع سيبنى بإذن الله تعالى. إن شاء الله لمن أراد أن يتبرع لهذا المسجد إن شاء الله ممكن يتبرع لنا دايركتلي، وسنضع التعليمات في هذا الأمر في نهاية هذا الفيديو. وأيضا لمن أراد أن يتبرع إلى المقاول ممكن فعل ذلك، ومن أراد أن يأخذ قسم معين ويتبرع فيه لمثلا أخذ السجاد أو الدهان أو بناء القبة أو المنارة، فكل هذه الأمور قد قسمت. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين واجعلها في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.